السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أهلا وسهلا بكم وإن لم تشاهد هذا الفيديو قم بمشاهدته اليوم أتيت لكم مجموعة من المواقع حوالي 17 أو 18 موقع لجمع بعض الدولارات خاصة للمبتدئين إلى حسابك للبيبول أو حسابك للباير وذلك بدون أدنى للسحب خاصة هذه المواقع أخواني لا تفعل ولا أي شيء فقط عبر البرنامج الذي سوف أهديه لكم مجاني مئة بالمئة وأعمل عليه حصريا وسوف أعطيكم كذلك إثباتات السحب لدينا مثال هذا الموقع اخواني هو البرنامج يعمل للمواقع التي تقوم بالضغط على الاعلانات ولكن انت لا تضغط على اي اعلان ولا حتى دخول للموقع فقط عبر البرنامج هو الذي يعمل ويتصفح المواقع لنفسه فقط تقوم بالتسجيل في الموقع ثم لا تعود للموقع حتى ل حتى الوقت الذي تريد أن تقوم بالسحب، كما قلنا السحب بدون أي أدنى. هنا إخواني مثلا هذا الموقع قمت بجمع فيه 0.02 دولار، وقمت بالسحب بايمنت ريسيفيت 0.02 دولار. لو أتينا إلى withdraw إستوري سوف نجد أن السحب وصلني صفر اثنان لحسابي على الطير لو أتينا إلى حسابنا على الطير إخواني هنا لدينا صفر اثنان دولار وكذلك موقع آخر قمت بالسحب منه صفر فاصل واحد دولار يعني بدون حد أدنى للسحب ولكن المشكل إخواني مثل هذا الموقع تقوم بالسحب هناك مواقع تقوم بالسحب كل مره بدون ادنى للسحب، وهناك من هذه المواقع يعني تسحب في اول مره بدون اي ادنى للسحب، ولو آه واذا اردت ان تقوم بالسحب مره اخرى سوف يقول لك بان الادنى للسحب اصبح 2 دولار، ولكن لا آه ليست مشكله لان البرنامج سهل جدا للاستعمال فقط تقوم بفتح البرنامج وتقوم بالعمل عليه وسوف أريكم الشرح كذلك يعني أنت لا تخسر ولا أي شيء فقط تقوم بالتسجيل في الموقع ويمكنك استعمال مواقع أخرى ربما كنت تقوم بالتصفح بنفسك يمكنك العمل في البرنامج مثلا سوف أعطيكم مثال لهذا الموقع هو موقع كذلك للضغط على الإعلانات و التسجيل سهل جدا نفس التسجيل لكل المواقع سوف اطرحها سوف تجدها كلها اسفل الفيديو مع البرنامج تقوم بكتابه الاسم الكامل واسم المستخدم وكلمه السر تعيد تكتب البريد الالكتروني تعيد كلمه تعيد عنوان بريدك الالكتروني وتقوم بتاكيد كلمه المرور الخاصه بك وهنا تقوم بوضع وضع المحفظه الخاصه بك للبيرفكت موني وهنا لدينا الباير وهذا الدفع لا اعرف ما هو وتقوم بكتابه الريكابتشر ثم توافق على القواعد ثم تقوم بالتسجيل والمواقع الاخرى مثل هذا الموقع سوف تقوم بوضع المحفظه الخاصه بالباير يعني او حسابك للبايبال عبر البرسونال سيتينج فقط هذا الموقع تقوم ب فقط هذا الموقع اخواني تقوم بوضع المحفظه الخاصه بك من الخارج قبل التسجيل، ثم عندما تقوم بالتسجيل في الموقع اخواني هناك مواقع ترسل لك كود التفعيل الى حسابك للايميل، ثم تقوم فقط باتباع الرابط الذي ارسله لك عبر الايميل وتقوم بتفعيل الحساب، بعد تفعيلك للحساب تقوم بنسخ رابط الخاص ب بالموقع ثم تتجه الى البرنامج الذي قلت لكم سوف تجدونه اسفل الفيديو قم بتحميله بعد تحميله سوف يفتح لك عبر يفتح معك بهذا الشكل ثم تضغط على هذا الاختيار تفك الضغط عليه ثم تضغط على هذا الايقونه ثم يفتح معك هذا البرنامج عندما يفتح هذا البرنامج اخواني فقط تضغط على نيو عندما تضغط على نيو سوف تنبثق لك هذه الواجهه عندما تنبثق هذه الواجهه وأنصحكم ان تقوم بالتسجيل عبر اليوزر نيم في كل المواقع بنفس اليوزر نيم وكذلك الباسورد بنفس الباسورد لماذا عندما تقوم في التسجيل في كل المواقع فقط تقوم بوضع تقوم فقط بوضع رابط الخاص بالموقع ثم تضغط على على فحص ثم يقول لك اوكي يعني الموقع عبارة عن بي اي الضغط على الاعلانات ثم تقوم بالضغط على اوكي يعني يمكنك اضافة الكثير حتى مئة موقع لتصفح الاعلانات ثم تقوم بالضغط على هذا الخيار اخواني ثم يقول لك انتظر حتى يقوم بالتسجيل للدخول لقد بدأ في بدأ في التصفح الاعلانات اخواني بدون تدخل اي منك، والجميل في الموقع حتى لو قمت بالخروج من البرنامج و تعود فتح البرنامج سوف تجد المواقع موجوده يعني ليس كل مره تقوم بالدخول للموقع، فقط تقوم بالضغط على هذه الواجهه اخواني ويقوم الموقع بالتصفح، في بعض الاحيان هناك مواقع الريكابتشا عباره عن ليس مثل هذه الريكابتشا اي آه سولفي ميديا سوف تخرج تنبثق لك هنا اخواني تقوم فقط بكتابتها ويبدا آه الموقع بالدخول والتصفح للمواقع يعني حتى ولو كنت لديك مئة موقع تقوم بالضغط عليهم كلها ويبدا آه في التصفح ولا ولا ليس له تاثير على النت او غير ذلك فهو برنامج خفيف ويقوم بالتصفح لوحده عندما يصل إلى ستة على ستة ثم تحصل على بعض الدولارات في حسابك هذا كل شيء أظن أن الفكرة واضحة وأرجو أن تقوموا بالضغط على لايك وأن تقوموا بتشجيعنا لتقديم لكم المزيد وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة سوف أعطيكم كذلك مواقع أخرى للجمع مثل هذه الدولارات والسحب بدون أدنى للباير أو البايبال والموقع وكما قلنا البرنامج مجاني 100% وهناك بعض الاشخاص يعني يستغلون المبتدئين ويقول له اذا كنت تريد برنامج لتصفح الاعلانات سوف يبيع البرنامج او غير ذلك سوف اهديك البرنامج مجاني وقم باستعماله ليس فقط في البي تي وول يمكنك ان تقوم باستعماله في في اشياء اخرى ومواقع الروسيه او بي سي شوب و هناك الكثير وهنا لدينا البطاقة بي سي آه وكذلك كما قلنا شرحنا فقط على البي تي سي لتصفح الاعلانات يمكنك ان تقوم باستعماله بآ في هذه الاغراض الاخرى وموقع مجاني مئة بالمئة وبدون اي تعب او غير ذلك هذا كل شيء ارجو ان ينال الفيديو اعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته